يجزئ رئيس الوزراء الإسرائيلي المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي. لم تمر أيام قليلة حتى بدأ التأويل والتفسير، فيقول نتنياهو إن هناك تفاصيل في مقترح صفقة التبادل لم يكشف عنها بايدن، وأن مسألة وقف النار لن تكون مرتبطة بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل، ولم يوافق أصلا على بند وقف النار الشامل. على كل حال يظهر الميدان ذلك، فالقصف مستمر وسقوط القتلى كذلك. فلنبدأ بآخر الأرقام في هذا العرض السريع. وفي مقابلة مع الحدث، كشف مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتي أن القطاع الصحي في غزة يشهد أزمة حقيقية مع استمرار إغلاق إسرائيل لمعبر رفح وكرم أبو سالم واستحالة إدخال المساعدات الطبية اللازمة لمعالجة آلاف الجرحى والمرضى. 4 أسابيع متواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإغلاق معبر رفح بشكل كامل، وأيضا يقوم بإغلاق معبر كرم أبو سالم، وبالتالي هو يمنع أكثر من 22 ألف من المرضى والجرحى من تلقي العلاج في المستشفيات الخارجية، إضافة إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم يمنع إدخال المستلزمات الطبية ويمنع إدخال الوقود وغاز الطهي، وأيضا والأهم من ذلك يمنع إدخال المساعدات ل2 مليون نازح. هؤلاء يعيشون على المساعدات بشكل أساسي. للأسف الشديد هؤلاء يعيشون في حياة النزوح، ظروفا قاسية للغاية، حتى يتعرضون للإبادة والقتل بشكل مستمر وممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى أن المستشفيات أو ما تبقى من المستشفيات تقدم الخدمة الطبية بشكل قليل جدا. لذلك نحن نعيش أزمة حقيقية فيما يتعلق بتقديم الخدمة الطبية لعشرات آلاف الجرحى والمرضى. واتهم الثوابتي إسرائيل بإعدام الجرحى والمرضى من خلال مواصلة إغلاق معبر رفح. أن استمرار إغلاق معبر رفح أمام حركة المسافرين المرضى والجرحى هذا يعني حكم بالإعدام على أكثر من 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى السفر الآن. هؤلاء يجب أن يخرجوا من قطاع غزة الآن لكي يواصلوا عملية العلاج ولكي يتلقوا العلاج في المستشفيات الخارج، لكن للأسف الشديد إغلاق معبر رفح في وجه هؤلاء جعلنا على مدار 4 أسابيع فقدنا أكثر من 100 حالة من الجرحى وأيضا من المرضى، وخاصة مرضى السرطان وخاصة الأطفال الذين هم بحاجة إلى السفر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع من سفر هؤلاء جميعا من معبر رفح. ومن دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا الآن مراسل حدث أسامة الكحلوت. مساء الخير لك أسامة، نتابع معك التطورات الميدانية الأخيرة حيث أنت موجود وفي القطاع بشكل عام، تفضل. نعم، خلال 3 ساعات الماضية ضربات إسرائيلية عنيفة جدا على مناطق متفرقة في المنطقة الوسطى هنا، سواء كان في منطقة مخيم البريج أو منطقة مخيم النصرات. في منطقة مخيم النصرات في المنطقة الشمالية في المنطقة الوسطى، الزوارق الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق النار على كل ما يتحرك في المنطقة الغربية لمخيم النصرات، يعني ضربات متواصلة لم تتوقف على مدار ساعات حتى هذه اللحظة، بالإضافة لقصف المدفعية الإسرائيلية كل محيط مدينة الأسرى، وهذه المدينة في المنطقة الشمالية الساحلية لمخيم النصرات، بالإضافة لقصف المدفعية الإسرائيلية المنطقة الشمالية أيضا محاذية للنقطة الأمنية المقامة على شارع هارون رشيد غرب مدينة غزة. كل المنطقة الشمالية شمال مخيم النصرات وتحديدا المخيم الجديد يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل حتى هذه اللحظة. نتحدث أيضا عن قصف إسرائيلي عنيف جدا على منطقة مخيم البريج منذ ساعات عصر هذا اليوم حتى هذه اللحظة. الجيش الإسرائيلي قصف ودمر 4 أبراج سكنية تم إخلاءها وبلغ سكانها بالإخلاء والخروج من المربعات السكنية المحيطة في هذه الأبراج، وتم تدمير 4 أبراج حتى هذه اللحظة في منطقة مخيم البريج، وهذا يعني ليس بالشيء السهل، لأن هذا الأمر قد ينذر بأن الجيش قد يتوغل في أي لحظة في المنطقة الشرقية لمخيم البريج. نتحدث هنا على استمرار الضربات الإسرائيلية أيضا في منطقة دوار العودة في منطقة وسط مدينة رفح في ظل انتشال 10 جثامين لضحايا في المنطقة
المنطقة الشرقية والمحيطة بمستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح. نتحدث بحسب مصادر طبية قالت أنه تم انتشال 43 ضحية منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة، 10 منهم في رفح و10 منهم 10 ضحايا في استهداف منزلين في مدينة خان يونس و15 في المنطقة الوسطى باستهداف منزلين في مخيمي البريج والنصيرات والبقية في منطقة مدينة غزة. اليوم أيضا فجر هذا اليوم تم استهداف أحد الصيادين من العائلات النازحة في مناطق شمال قطاع غزة إلى منطقة دير البلح، وخلال ممارسة لمهنة الصيد في بحر دير البلح تم استهداف وسقط ضحية. ومعنا هنا إسماعيل أبو جياب أحد الصيادين الذين كان اليوم في عرض البحر وشاهد عملية إطلاق النار على الصياد، وكان من ضمن الناجين من هذه الضربات الإسرائيلية المتواصلة على الصيادين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لو تحدثنا عن واقع الصيادين وما جرى اليوم في عرض بحر دير البلح لك وللصيادين معك. تم اليوم استشهاد الصياد على بعد تقريبا 100 متر من الشاطئ، تم الدخول بحسكة مجداف صغيرة داخل البحر على بعد 100 متر، تم استهدافها بشكل مباشر من قبل الزوارق الاحتلال. والصياد هذا الضحية يعني يأتي في عدد الأرقام التي تتحدث عليها تقريبا 100 صياد منذ العدوان لحتى هذه اللحظة. تم إطلاق النار مباشر عليكم؟ بشكل مباشر تم إطلاق النار على المراكب المراكب الصغيرة المجداف التي تبعد عن الشط تقريبا بس 100 متر فقط لا غير. بعدين للعلم الصياد هذا طبعا نازح من الشمال، هو وأسرته وأهله قاعد في المدرسة في مخيمة النزوح، اشترى مركب صغير عشان يعيل أسرته في ظل الحصار وفي ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة. تم الدخول اليوم إلى البحر لتوفير لقمة العيش البسيطة، نقدر نقول البسيطة، تم استهدافه بشكل مباشر من قبل الزوارق الاحتلال وتم ارتقائه صباح هذا اليوم. بعد 7 أكتوبر كيف تمارسوا مهنتكم، بشكل طبيعي أم توقفت؟ توقف بشكل تام من 7 أكتوبر لحتى هذه اللحظة تم توقف عمل الصيادين بشكل كامل على مستوى قطاع غزة في ظل خراب المراكب وحرق السفن الانشاد ومراكب الصيد والمعدات بشكل كامل. يعني الصياد كان اليوم المفروض يكون في البحر في موسم الصيد، لازم يكون سلح في البحر، اليوم في ظل العدوان هذا تم حرق جميع المراكب، آلاف المراكب تم حرقها على مستوى قطاع غزة في ظل مثلا في ميناء دير البلح، تم يعني بعض المراكب الصغيره التي تم اخفائها داخل الشط، يعني كان الصيادين يفحروا الرمل يدفنوا المراكب خوفا من حرق المراكب. تقوم زوارق الاحتلال بشكل يومي في حرق المراكب، مراكب الصيادين داخل الميناء وخارج الميناء. بعدين مراكب صغيره يعني هذه يعني دوبها بتخش 100 متر 200 متر فقط لا غير، يعني حتى الواحد يقدر يوفر لقمه عيش. يعني الواحد الصيادي اللي بصرح اليوم من الصبح للظهر يا دوب حصل 100 شيكل، اليوم 100 شيكل بتجيبش حق سيجاره، حق سيجاره اليوم بتجيبش 100 شيكل في غزه، في ظل غلاء الاسعار الفاحش. يعني الواحد بعرض حاله للموت كل يوم في ظل هالعدوان الغاشم على قطاع غزه وعلى الصيادين. كيف يعيش الصياد حياته الان في ظل حاله الحرب ووقف العمل في البحر؟ الصياد اليوم الحكم عليه بالاعدام، اليوم الصياد بموت 100 بوته، اليوم الحكم عليه بالموت البطيء في عدم وجود المراكب. اليوم الصياد بيقدر يوفر لقمه عيش لاولاده ولاسرته، اقل صياد اليوم بيشيل اسره من 10 نفر ل 15 نفر. طبعا كل مركب نصرح احنا كنا عليه كان يعيل 4-5 اسر، اليوم المراكب كلها انحرقت، ما ظلش عندنا اي مصدر دخل كامل في ظل الهجمه الشرسه على الصيادين. الحمد لله على السلامه. نعم يعني نعم كما سمعت هذا هو واقع الصيادين، الطرادات الإسرائيلية والزوارق تستهدف أي صياد يحاول الدخول إلى شاطئ البحر ولا حتى ولو كان على مسافات قريبة من شاطئ البحر يتم استهدافهم، تم تدمير عدد كبير من الزوارق. نعم. أو عدد كبير من يعني القوارب الموجودة في ميناء دير البلح وميناء غزة، وبالتالي 5000 صياد الآن بلا مصدر دخل سواء كان في منطقة دير البلح أو في مدينة غزة. شكرا جزيلا لك أسامة كحلوت مراسل الحدث من منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. في تفاصيل تصريحات نتنياهو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه من الممكن وقف القتال وليس الحرب، وإذا كان ذلك سيتيح إعادة المحتجزين. وأضاف خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ستكون منفصلة وسيتم بحث بقية المراحل، وأن مسألة وقف إطلاق النار لن تكون مرتبطة بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل. وقال نتنياهو إنه لم يوافق على بند الوقف الشامل لإطلاق النار في
بالصيغة المقترحة، مضيفا أن حماس أو السلطة الفلسطينية لن يحكما غزة في المستقبل على حد قوله. وعلى صعيد آخر قال نتنياهو إن إيران ووكلاءها يريدون رؤية إسرائيل تستسلم، وهو ما لن يحدث بحسب تعبيره. אנחנו פועלים באינספור דרכים כדי להחזיר את החטופים שלנו. نحن نعمل بطرق لا حصر لها لإعادة المختطفين، أفكر بهم طوال الوقت من أجل عائلاتهم ومعاناتهم، ولهذا السبب قطعنا شوطا طويلا من أجل إعادتهم، ولكن في سياق هذا العمل حافظنا على أهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على حماس. نحن نصر على أن نكمل ذلك، إنه جزء من الخطوط العريضة، وهو ليس شيئا أضيفه الآن، ليس لأنني تعرضت للضغوط، إنما هو اتفاق أجمعنا عليه في حكومة الحرب. خلال كلمة له في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه من الصعب إعادة فتح معبر رفح دون وجود إدارة فلسطينية على الجانب المقابل، وأن مصر ترفض أي وجود إسرائيلي على المعبر، مشددا على أن فوضى حرب غزة تدفع مصر للاحتكام للقوة. موقف والسياسة المصرية واضحة برفض التواجد الإسرائيلي على معبر رفح. معبر رفح هو الاتصال الوحيد فيما بين الفلسطينيين والخارج، بقية المعابر الإسرائيلية مغلقة أمام الفلسطينيين، وحركة الفلسطينيين لاحتياجهم للعلاج للتعليم دائما تقليديا كانت من خلال مصر، ويصعب أن يستمر المعبر في العمل دون وجود إدارة فلسطينية للمعبر على الجانب الفلسطيني. شكري يعتبر أن التصريحات المبدئية لحركة حماس تشير إلى أنها تلقت بشكل إيجابي المقترح الحالي لصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. التصريحات المبدئية لحماس أنها تلقت الخطة بشكل إيجابي، وننتظر الآن الرد من قبل إسرائيل، ونستمر في التواصل والتنسيق مع الشركاء سواء كان الولايات المتحدة أو قطر أو شركائنا الأوروبيين وغيرهم للقيام بالدور لتحفيز الطرفين على قبول هذه الخطة. بالتأكيد أنه استمرار الحرب أصبح أمر مرفوض للآثار البالغة.